شهدت مدينة عجارب التابعة لولاية صفاقس التونسية شللا بسبب الإضراب العام في القطاعين العام والخاص، وأغلق المحتجون كافة مداخل المدينة، فيما لجأت قوات الأمن للغاز المسيل للدموع بهدف تفريق المحتجين المحتشدين أمام مكب النفايات والذي تسبب بإطلاق شرارة الاحتجاجات. يوم صاخب في مدينة عجارب التونسية، مواجهات حادة بين قوات الأمن والمتظاهرين وإطلاق للغاز المسيل للدموع أمام مكب الجنة للنفايات وإغلاق معظم المنافذ الرئيسية للمدينة. أجواء خيمت على الاحتجاجات التي شهدتها المدينة على خلفية تدهور الوضع البيئي ووفاة أحد المحتجين. مطالبنا إغلاق المصب، الناس 40 يوم ما تحملتش زبلتها وإحنا متحملين 14 سنة. إحنا طالبنا حقنا في الحياة باش نعيشوا حياة سليمة. نعيني يوم المصب عندنا سنين تو سنوات، فهمتني؟ أمراض اللي خلقها ربي كل موجودة. جيت تكلموا الغاز، فهمتني؟ الداخل لأن للديار صغارنا مرضت، كبرنا مرضت. احنا عندنا في الدار قداش من واحد في عقارب هنا مرض بالكونسير من حكايه الزبله. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد امر وزير الداخليه توفيق شرف الدين بالنهوض بالاوضاع في عقارب. من جهته اكد الاتحاد الوطني للشغل ان تدهور الاوضاع في المدينه والتصعيد الذي رافقها هو نتاج سنوات من سوء الاداره والتدبير. الحراك هذا بطبيعه اللي جاء اليوم هو نتيجه فشل سياسات الحكومات المتعاقبة منذ 2010 لليوم. وفي سياق متصل، دعت المنظمات والجمعيات التي شاركت في الإضراب العام إلى فتح تحقيق قضائي شفاف بشأن ملابسات وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب ودوافع الاشتباكات التي نشبت بين أهالي عقارب وقوات الأمن. المطلب الأول نحبوا الغلق الفوري للمصب، سيء، ما عادش نجموا نزيدوا حتى نهار في باش يعني يقعد لنا المصب محلول. المطلب الثاني نحبوا زادا نعملوا تحقيق في حكاية الراجل اللي مات. ومنذ الاثنين الماضي تشهد مدينة عقارب احتجاجات لا سيما في محيط مصب الجنة للنفايات على خلفية إعادة فتح المكب الذي أغلق في وقت سابق جراء ما تسبب به من مشاكل بيئية وصحية للمواطنين. يعاني سكان المناطق المجاورة للمدن التونسية الكبرى من ضعف التنمية ومشاكل اقتصادية واجتماعية، ويأمل السكان هنا في أن تلعب الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن دوراً محورياً في تحسين الأوضاع المعيشية والاستجابة لمطالبهم العالقة منذ ما يزيد على 10 سنوات. ابتسام حجاج، سكاي نيوز عربية، صفاقس. هذا فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل رئيس قيس سعيد إلى توضيح الرؤية السياسية والإسراع بإنهاء الغموض المخيم على الوضع العام ووضع خريطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية. وطلب البيان بضرورة نائب الإدارة التونسية عن التجاذبات السياسية وكذلك التوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية. وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين طبوبي أنه لا يمكن تحميل مسؤولية الأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس لإجراءات 25 من يوليو التي قام بها الرئيس. معنا من تونس عضو المكتب السياسي لحركة الشعب منصف البوزازي، ومعنا أيضا الكاتب والباحث السياسي محمد الفراتي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ منصف عن الوضع بداية في صفاقس في عقارب وتطوراته، يعني هل وصلت الأمور إلى طريق مسدود؟ شكرا لك ولمشاهديكم الكرام. أولا، مسألة ومشكلة النفايات هذه في تونس هي مشكلة تمتد عبر أكثر من 20 سنة في تونس، وهي نتيجة لسياسات وخيارات تم وضعها منذ بداية العشرية التي سبقت الألفية الثانية منذ سنة 2000 أو أواخر سنة 1990. إذن هي خيارات سياسية طبعا بالنهاية ستصل إلى نهاياتها، وباعتبارها كانت خاطئة، وتوزيع أو إدارة والتصرف في هذه النفايات التي تمثل مصادر للرزق والثروة في بلدان أخرى أصبحت تمثل مشاكل لنا في تونس. لابد أن نشير في هذا السياق كونه إلى أي مدى وصلت مشكلة النفايات في تونس، كونه وزير كامل لدينا وزير البيئة الذي يشرف على هذا القطاع، قطاع النفايات أو غيرها والتطهير والبيئة، هو اليوم في السجن، معناه هو رهن الإيقاف.
إذن مشكلة النفايات ومشكلة البيئة في تونس مشكلة عويصة ومعقدة، وهي نتيجة سياسات وخيارات امتدت منذ عقود وازدادت حدة أثناء العشرية الفائتة منذ سنة 2010 و2011 إلى حد اليوم، لأن من تولوا الحكم في البلاد وإدارة والتصرف في هذه المنشآت تعاتوا معها بمسألة التفويت في القطاع العام والمرفق العام، وأصبحت تديرها شركة خاصة ومناولة، تمت مناولة هذه الخدمات الحساسة والمؤثرة والحيوية في حياة التوانسة إلى القطاع الخاص الذي لا يرغب من خلال هذا التصرف إلا في الربح ومزيد الربح، وتم التعاطي مع هذا القطاع باعتباره مسألة ربحية ولا يهم التوانسة في حياتهم وفي في 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 مصيرهم. إذن المشكلة اليوم هي المشكلة متاع صفاقس والمصب بمدينة عقارب، المشكلة وإيقاف في هذا المصب قبل أن يتم تعيين حكومة السيدة نجلة بودن. عندنا أكثر من 40 يوم اليوم، والحكومة ما عندهاش منذ نهاية الشهر أو شهر وأربع أيام. إذن هي المشكلة قديمة ومتجددة. ونحن في حركة الشعب كنا عقدنا اجتماع شعبي كبير في صفاقس، ودعونا رئاسة الدولة والحكومة أن تقدم إلى صفاقس وتعقد مجلس وزاري وتهتم بهذه القضية باعتبار ما لمدينة صفاقس من ثقل الاقتصاد واجتماعي وتاريخي وحضاري وبيئي وفي كل المستويات. إذن ثمة بطء في التحرك من قبل الحكومة والمشرفين على التصرف الدولة اليوم في علاقة بهذا الملف. نحن كنا دعونا في عديد المناسبات للاهتمام بهذا المرفق وهذه المدينة لما كنا نتوقع، وكنا نعرف يعني التجاذبات السياسية في القائمة في صفاقس، ولكن ربما البعض يتحدث أن الوضع على مستوى البلاد كارثي وربما قد يمتد لمناطق ولايات أخرى. يعني هذه الأزمة ربما جديدة قديمة كما يقال. أستاذ محمد، يعني في هذا السياق وكما أشار ضيفنا وأشار أيضا بيان الاتحاد العام التونسي للشغل، يمكن تحميل هذه التراكمات لما بعد 25 من جوية أو للسلطة الحالية؟ هذه قضايا لعقود تراكمت وتأزمت ووصلت لهذا المستوى. هنا أعود للسؤال الأساسي، ما المسؤول عن الأوضاع الحالية في عقارب؟ تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. نعم، هو في الحقيقة يعني الموضوع هو قديم متجدد، ونتذكر أن مثل هذه القضية أثيرت في جربة وهي الآن موجودة في برج الشكير بتونس العاصمة ومتواصلة، وهو فشل في الحقيقة للدولة التونسية في معالجة مشكلة النفايات. لكن ما يعاب على الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة وخاصة وزارة الداخلية هي التعامل مع مواطني أو شعب مدينة عقارب المدينة الهادئة الذين طالبوا بتطبيق قرار قضائي بغلق هذا المصب وفتح حوار من أجل إيجاد حلول أخرى غير هذا الحل، ولكن السلطة الآن قررت فتح هذا المصب بالقوة فقط لنكون ومارست العنف. ربما واضحين في هذه المسألة، أنت تتحدث عن مسألة حكم قضائي، الوزارة يعني وزارة عن أي وزارة البيئة تقول أنه في الحوار تطور مع الشعب في هذه المدينة، وكذلك الاستماع وزارة البيئة تقول أنه القضية في طور التقاضي في المحكمة الابتدائية، وأصلاً هذه المحكمة وقرارها أمهل الحكومة أو تشغيل هذا المصب إلى غاية نهاية هذه السنة موفى 2021. آسف بسبب السماعة لا استمع إلى السؤال بشكل جيد. لا، أنت ارتكزت، ربما العديد حتى من الرافضين لهذا القرار يرتكزون على قرار كان صادر من المحكمة 2019. الحكومة ووزارة البيئة تقول أنه هذا القرار في طور التقاضي في المحكمة الابتدائية، لازال هناك مسارات أخرى، بالإضافة إلى أنه القرار نفسه وفق الحكم ومنطوقه يمهل تشغيل المصب إلى غاية موفى 2021. على كل حال، أولا هناك قرار قضائي وهناك إجماع لدى أهالي مدينة عقارب بأنه 14 سنة الماضية وبسبب وجود هذا المصب هناك آثار صحية كارثية على الجهة
فيها أمراض، فيها مسألة تنفس، وفيها وجود الحشرات وغيرها ممن تعرفون من أثار هذه المصبات عندما تكون بالقرب من مناطق سكنية. يعني كان المفروض أن تتعامل السلطة ونحن في وضع اجتماعي دقيق مع الأهالي بنوع من الحوار وبنوع من الدبلوماسية، لا أن تواجههم بالعنف المؤدي إلى إصابات كثيرة حتى في صفوف زملاء إعلاميين ونشطاء مجتمع مدني ونشطاء من أجل البيئة، ووفاة شاب في عمر 35 سنة رغم محاولة النفي بأنه لم يكن يعني بسبب هذه الاحتجاجات. المهم الآن كيف نعالج هذه المسألة بعيدا عن القوة، قوة الدولة وفرض الأمر الواقع، لأنه كما لاحظنا من خلال تقريركم أم من خلال حديث مع أهالي مدينة عقارب أن هناك إصرار على رفض هذا المصب وعدم فتحه مهما كانت التكاليف، وهذا ستكون آثاره للأسف وخيمة. لا بد من فتح حوار يشارك فيه اتحاد الشغل، يشارك فيه المجتمع المدني، ويشارك فيه الأهالي، والحلول يجب أن تكون موجودة، وعلى الدولة أن تفكر من الآن في حلول وابتكارات تكنولوجية وتقنية تستفيد منها الدولة في معالجة النفايات، وتغلق هذا الملف بشكل تدريجي. يعني معقول جدا أنه يحتاج إلى وقت، ولكن على الأقل تكون هناك خطة واضحة لغلق هذا الملف بشكل تدريجي، أولا في صفاقس بحكم أنها مدينة كبيرة والقضية فيها الآن مشتعلة، وكذلك في تونس العاصمة والأربع ولايات في تونس الكبرى، وكذلك في الجهات الأخرى وخاصة في جربة. محمد، وربما سأفسح المجال هنا، سأطرح هذا التساؤل على أستاذ منصف. الاحتجاجات شيء، احتجاجات في خروجها بشكل سلمي بهذا الشكل، فجأة دلعت الأمور، خرجت عن السيطرة، كان هناك مواجهات، كان هناك مظاهرات في مقر المصب ليبعد أكثر من 4 كيلومتر عن المدينة، بالتوازي مع ذلك كان هناك حرق لمركز الحرس الوطني، الحرس الوطني اللي أخرج الأرشيفات. ألا يذكرنا هذا بالسيناريوهات؟ هل هناك أطراف تسعى للتجييش واللعب على هذا الوتر؟ هو في الحقيقة لسنا في باب تحميل مسؤوليات، من تتحمل مسؤولية؟ ليست حكومة قيس سعيد التي عمرها شهر أو شهر ونص. بالأساس من يتحمل المسؤولية هو من كان يدير ويتصرف في هذا الملف. وزارة البيئة وهذه المؤسسة الوطنية للتصرف في النفايات كانت تديرها حركة النهضة رأسا، كانت حتى في حصتها في الحكومة كانت حركة النهضة هي المسؤولة. بلديات صفاقس، أغلب بلدية صفاقس، بلدية عقارب وبلدية صفاقس هي كانت تدير حركة النهضة. اليوم بعيد عن تحميل المسؤوليات، اليوم ليس المشكلة في مصب النفايات في عقارب، المشكلة في الزبالة من أعطى القرار بغلق هذا الملف وأمضى عليه، أغلق هذا المصب وترك مدينة كاملة بمليون ونصف ساكن زبالتها ونفاياتها مرمية في الشوارع. إذن الكارثة البيئية والصحية الكبيرة التي تتهدد صفاقس اليوم ليس غلق أو فتح مصب النفايات، هو مصير صفاقسية، سكان صفاقس وعقارب وقرمدة وكل صفاقس الكبرى، مليون ونصف اليوم تتهددها كارثة بيئية كبيرة. إذن اليوم نحن أمام الكارثة البيئية التي تهم الناس وليس من أغلق وفتح مصب عقارب. نحن نتفاهم ونعرف أن مدينة عقارب تحمل. الرئيس نفسه تحدث عن أنه هناك أسباب تراكمت أدت لهذه الكارثة، ولكن هناك جانب مصطنع لمن يسعى للاستثمار في الأزمات. ثم جانب مصطنع في العملية، وثم من يؤجج، ثم من يؤجج العملية، وثم من يقف وراء بعض الاحتجاجات. بقدر ما نتفهم ونفهم احتجاجات ورفض أهالينا وناسنا في عقارب، باعتبار أن السياسات الخرقاء القديمة جعلت من عقارب مدينة نفايات كلها، المرجين والنفايات الصلبة والبلاستيك تحولت إلى مزبلة كبيرة، ونتفهم احتجاجات وردة فعل الأهالي في عقارب. لكن ما لا نتفهمه أن يتم معاقبة كل صفاقس والمليون ونص متاع الموجودين في صفاقس وسكان صفاقس بهذه الطريقة. اليوم نحن أمام كارثة حقيقية،
نذهب في اتجاه حلول، والجماعة تعاطوا مع المسألة بشكل إداري أو بشكل قضائي. المسألة ليست قضائية أو إدارية، المسألة سياسية، المسألة بيئية، المسألة مجتمعية كاملة. إذن لابد من في تقديرنا التعاطي مع المسألة، أن نحل المشكلة الظرفية مع وجود قرار سياسي واضح بمعالجة هذا الملف بشكل جذري، وإما إغلاق نهائي لهذا المصب وتحويله إلى مكان أخرى. والحلول الفنية موجودة. الوقف اليوم في المسألة هي الناس اللي مشرفة على المصب، هو القطاع الخاص والصفقات المبرمة مع هؤلاء الخواص الذين يرفضون. والإدارة اليوم كسوسوا وزارة البيئة أو الوكالة الوطنية للتصرف النفايات يتعاطون مع المسألة على أساس أن عقد موجود مع مستثمر مع متصرف لا يمكن لنا أن نلغيه. هذه مصيبتنا في تونس، أي القطاع الخاص وصاحب الصفقة هو من يتحكم في العملية، يريد أن يبقى يتصرف بتلك الشاكلة على في المصب إلى حين أن يتجد حل آخر. والحل ليس متاع اليوم وليس متاع غدوة. بداية الحل اليوم لابد من وضع من حل مشكلة الزبالة الملقاة في الأنهج والشوارع في صفاقس إلى حين وجود حل آخر جذري وحقيقي وسريع. والحل السريع الفني والإداري موجود متوفر، وكنا نبهنا ليه وكنا أعطيناه ألف حل موجود في صفاقس وفي غير صفاقس وفي برج الشكيرة وفي كل المدن الكبرى، ونحن قادمون على عقارب أخرى وصفاقس أخرى موجود في بنزرت وفي نابل وفي سوسة وفي غيرها من النصبات المراقبة اليوم التي تعاني نفس المشكلة. لابد من الحكومة الحالية والسيدة رئيس الحكومة أن تتوجه إلى حل هذه المشكلة بشكل جذري وشكل حقيقي بما يؤمن حياة كريمة لأهلنا وسكان المحاذين لهذه المصبات. طيب أستاذ محمد، لا أدري إن كان لديك ربما أي تعليقات على تصريحات أستاذ منصف، لكن دائما في السياق اللي نتحدث فيه أنه هذه الأزمة متراكمة منذ سنوات، ربما أبرزها كان في عهد حكومة الشاهد، الملف كان بيد النهضة، كاتبة الدولة في البيئة في عهدها كانت بسمة الجبالي، ومنذ ذلك الحين السلطات المحلية والبلدية في صفاقس نفسها تابعة لحركة النهضة. الآن نرى النهضة وأتباعها وحلفائها المتضررين من ما بعد 25 جويلية يعني يهللون يستثمرون في هذا الموضوع. يعني هل تسعى النهضة الآن للاستثمار لضرب واستهداف الرئيس؟ بداية في تعليق بسيط وحتى ما ورد في تقريركم منذ قليل يؤكد أن احتجاجات أهالي مدينة عقارب يعني هي بيئية اجتماعية لا علاقة لها لا بالأحزاب ولا بالواقع، مع الإشارة إلى أن مدينة عقارب كما تثبت التقارير أغلبها انتخبت قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية 2019. يعني الاستوانة المشروخة هذه أن وراها مؤامرات وراها تحريض وكذا، يعني بلديات نعم نعم من يتحدث لست أنت من يتحدث من يتحدث على ذلك عليه أن يعود إلى الواقع، يعني ويعود إلى تصريحات الأهالي، فهم يؤكدون أن لا أحد يقف وراءهم وأن مطلبهم الوحيد هو غلق هذا المصب. إذن لننتقل إلى جوهر الموضوع ونبتعد عن تحميل المسؤوليات ونبتعد عن الرجوع إلى الوراء، مع أنه أنا أقر بأن الدولة سابقا والآن فشلت في معالجة هذا الموضوع. الآن ماذا يمكن أن نفعل حتى نوقف هذه المأساة؟ وأنتم تتذكرون لبنان منذ سنة تقريبا ماذا حدث فيه، ودول أخرى ماذا حدثت بسبب هذه المشاكل البيئية. الآن على الرئيس قيس سعيد أن يوقف تطبيق هذا الأمر بالقوة في فتح مصب. أهالي، كل أهالي مدينة عقارب رافضون لذلك. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فتح مصب جديد بعيد كل البعد عن المناطق السكنية، ولا هنا يعني الإمكانية موجودة، ويكون هذا المصب وقتي في انتظار إيجاد التمويلات وإيجاد الآليات لنوع من التكرير أو على الأقل بداية تكرير الفضلات حتى نخرج من هذه المشكلة نهائيا. لأنه إذا لم ندخل باب تكرير النفايات كما هو موجود في الدول المتقدمة خاصة في المدن الكبرى فالمشكلة ستبقى متواصلة. البلديات لا مسؤولية لها إذا لم تجب مصب، هو من مسؤولية الدولة أين تضع فيه هذه النفايات. ولكن هذه البلديات هي هذه البلديات ترفع القمامة، يعني هي اللي أقامت بإقامة مصبات عشوائية
الدولة نفسها لا تعترف بها بما لا فيها لا في, لا في 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 صفاقس يعني هناك أكثر صحيح. من 15 يعني مصب يمكن وصفه بالعشوائي. لا لا, لا 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 هذه المعلومة غير صحيحة لأنه القانون هنا واضح. الدولة ممثلة في وزارة الحكم المحلي كما كانت سابقا أو وزارة البيئة والمراكز التابعة لها هي من توفر المصبات، والبلديات دورها أن تقوم برفع القمامة ووضعها في هذه المصبات المراقبة من قبل هذه الوزارة ومن قبل الدولة. يعني هذه مسألة واضحة لا جدال فيها. علينا أن ننتقل إلى المعالجة ولا نجعل أهالي عقارب يعانون الآن عندهم يومين أو ثلاثة أيام في مواجهات مع الأمن، ولا أعتقد أنهم سيسكتون ربما في الأيام القادمة. علينا أن نجد علاجا لهذه المشكلة بشكل سريع، على السلطة أن تخاطب الأهالي تطمنهم بأن هناك سعي إلى حل هذه المشكلة وهناك خطوات عملية قادمة، وبالتالي ننتقل إلى مرحلة ثانية بعيدا عن كل رمي للمسؤولية أو إدخال هذه المسألة في الجدال السياسي بين من يحكم ومن يعارض. الدولة تقوم بواجبها بقطع النظر عن من يحكم ومن يعارض، هذه هي القاعدة الأساسية. وعلى الذين يتهمون ويحاولون أن يلصقوا يعني كل مشكلة بأطراف سياسية منافسة لهم، عليهم أن يكفوا على ذلك وأن يبحثوا عن الحلول ويفكروا في المستقبل، وهذا أفضل للبلاد وأفضل لكل الحكومات القادمة إن شاء الله. أستاذ منصف، يعني وزارة البيئة تقول أنه لا حل في الأفق وإن بشكل وقتي ومؤقت إلا عبر هذا المصب المثير للجدل، بالتالي هل الأمور مرشحة لمزيد من التأزيم أم إلى حوار يصل إلى حلول تشاركية ربما وسطية؟ لأنه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه الأخير دخل على خط هذه الأزمة وقال أنه اتصل مع وزير الداخلية وكان هناك اتفاق على تكوين لجنة مشتركة ما بين الوزارة ومكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد لحل كل الإشكاليات في صفاقس. نعم، هو احنا كنا دعونا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والدولة إلى الذهاب إلى صفاقس. كنا في صفاقس في 24 أكتوبر وأعلننا من هناك كون الدولة لابد أن تتحمل مسؤوليتها قبل أن يتفاقم الوضع، وكنا على بين من ذلك بعيد عن تحميل المسؤوليات. هذه كارثة بيئية في صفاقس لابد أن تحل، لابد أن يطمئن أهالينا في عقارب وفي صفاقس كون هذه المسألة على جدول أعمال الحكومة. الحكومة لم تتفاعل بالشكل الجدي، ذهبت وزارة البيئة إلى هناك وجلست مع العديد من الأطراف ولكنها لم تخرج بحل، لأن المسألة معقدة بشكل كبير وفيها تداخل في هياكل الدولة، وهذه مشكلة موجودة في تونس. من يتحمل مسؤولية؟ هل هي البلديات أو الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أو وزارة البيئة أو وزارة الداخلية؟ إذن المسألة جاءت ووردت في سياق تحول حكومي، إذن لابد اليوم أن هذا الملف يطرح في أعلى مستوى. المعالجة الأمنية يعني لهكذا مسائل هذه يعني أو غيرها، حتى إلى وزير الداخلية توكيل هذا الملف وإدارته من قبل الرئيس، هل كان ربما نقمة أو يشكل مشكلة أحنا في إدارة هذه الأزمة؟ أحنا في تقديرنا لأن فم الأهم على المهم. هل الأهم اليوم أن يتحمل أهالي عقارب هذا المصب وأثاره لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة؟ هذا هو الدولة كانوا ينتظروا في الدولة أن تعطيهم التزام نتحمل هذا المصب شهر أو اثنين أو ثلاثة، في المقابل يتصب فيها الزبلة والأوساخ الملوحة في شوارع مدن صفاقس، ويعطى أجل واضح نهاية السنة أو بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة يتم اعتماد المصبات في انتظار تهيئة مصب أو اثنين أو ثلاثة ظرفيين أخرين. لأن الحديث من قبل الوزارة على عدم وضع مصبات عشوائية هذا حديث مجانب للحقيقة، والكل يعرف وزارة البيئة ومديرينها العامين وناسا يعرفوا أن نهاية هذا المصب بنهاية 2022 أو أن نهاية 21 لابد أن يتم التفويت فيه. إذن المسألة كانت معروفة، اليوم لابد من معالجة هذا المصب بإدخال
المجتمع الأهلي في صفاقس والمنظمات الموازنة في صفاقس والأحزاب السياسية وكل القوى الموجودة غادي لإيجاد حل والإسراع بحتى دعوة القطاع الخاص للمشاركة في إفراغ النفايات الملقاة في الشوارع في المصب الحالي، وإعطاء وعد واضح وصريح لأهالينا في عقارب أنه بعد شهرين أو ثلاثة سيتم توجيه هذه النفايات إلى أماكن أخرى تكون ظرفية، إلى حين أن وجود حكاية الاعتمادات وحكاية الإمكانيات موجودة. مشكلة مش مشكلة اعتمادات أو مشكلة تجهيزات أو أراضي أو مواقع، موجودة ويمكن الاشتغال عليها من اليوم، والإدارة التونسية والكفاءات التونسية والمعدات موجودة والأماكن موجودة، يمكن إيجاد حلول بديلة ظرفية وسريعة في غضون شهر واثنين وثلاثة وحل هذه المشكلة بشكل نهائي. طيب نعم، شكرا جزيلا لكما. إذن ضيفي الكريمين من تونس، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب منصف البوزازي، وأيضا الكاتب والباحث السياسي محمد الفراتي.